مساء الخير. غرد الصحافي جمال فياض على تويتر قائلا: عندما يصادر المصرف وديعتك ويسمح لك ب$1,000 بالشهر، هذا اسمه كابيتال كنترول، وعندما يفرض عليك سحب $1,000 باقل من نصف سعر صرفه فهذا اسمه هيركت، وعندما يسمح المصرف لكبار الشخصيات بتحويل ملايين الدولارات الى الخارج، الدولة تبحث كيف ستضطر لرفع الدعم لعدم توفر الدولار. هذا ماذا نسميه؟ أما فجأة الرد من الفنان راغب علامة قائلاً: أنا بسميه أكبر خيانة بالتاريخ وأشرس عملية سرقة بالعلم، وهي عملية تشجيع السرقة على يد المؤتمنين على القانون والشرعية، ومن فعلوا هذا وتآمروا على اللبنانيين وعلى المودعين هدفهم محو لبنان من الوجود، إنها الخيانة الأعظم بالتاريخ. الزمن تغير بس نحن ما تغيرنا، التحقيق راجع. فيديو نشرته صفحة قطاع الشباب بالطيار الوطني الحر من تابعوا سوا. بدو يوثق لحظة توقيف أحد أفراد عصابة تهرب السيارات المسروقة إلى الخارج على طريق الفرزون. الطفل حسين يصاب بكورونا بعد إعلان انتصاره على مرض السرطان، فوجه حسين رسالة مؤثرة للعالم. هاي كيفكم؟ نهين، أنا كتير بحبكم، وأنا كنت قوي باللوكيميا، ما خفت أي أصعب، لوكيميا ولا الكورونا، هي اللوكيميا هربت 4 سنين، كنت قوي، هي الكورونا 14 يوم، فأنا بدي أكون قوي وانتصر على الكورونا، مش رح خاف مثل ما كنتش خاف باللوكيميا، وبدي اقول لكل العالم اللي بيكون معهم كورونا ما يخافوا، بدي اقول لكل اطفال لبنان، كل اطفال العالم اللي بيكون معه سرطان ما يخاف، كون قوي، وبدي اقول لأهلهم ما تكونوا قوايا ما تخافوا، إذا كان قوايا أن ولادكم حينتصروا على المرض، وأنا كتير بحبكم ويحلى بوس مني إلكم. ومع هذا الخبر أنا بدي أودعكم، تصبحوا على ألف خير.